يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والمورد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حييكم بتحية الإسلام مباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، يا من صمتم لله سبحانه وتعالى وأفطرتم على ما قسم الله به، يا من فرحتم بهذا الصيام وفرحتم بهذا الفطر لله سبحانه وتعالى، يتسابق المتسابقون في طاعاتهم لله عز وجل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إخواني، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انظر إلى حاله عليه الصلاة والسلام، يقف بين يدي الله عز وجل حتى تتفطر قدماه، يسجد لله سبحانه وتعالى فيطيل السجود، فظنت عائشة أنه قبض. يسأل عن هذه العبادة لله سبحانه وتعالى: يا رسول الله، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شاكرا لله عز وجل على نعمه وآلائه، لنسير على هديه عليه الصلاة والسلام. ومع السؤال 11 من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل من أوائل من أسلم، أحد كتبة الوحي، من أوائل من أسلم أحد كتبة الوحي، هو الذي كتب وثيقة الصلح، صلح الحديبية التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع قريش. وعندما آخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، قال: يا رسول الله، آخيت بين أصحابك، يا رسول الله، آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد منهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت أخي في الدنيا والآخرة، فمن هو؟ رضي الله عنه ورحمه الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى. نعم، إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى، وأجعل منه سيول الشتاء، وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا، وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا، وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا. أسير وكل ضياء ونور، أسير وكل ضياء يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والمورد.